اليوم تطلع الصبح وترجع في العشية، هتروح فين؟ ألف في البلد زهقان. طب ما تشوف شغلك، شوف راسنا من رجلينا، بدل الزهق روح لأخوك، هات حقنا. أخوي ما كلش حقي. افضل قول كده لحد ما واحد فيكم يموت، وساعتها بقى قابلني، لا عياله هيدونا حاجة ولا لوحدي هقدر اخد حاجة. والله لو مت استريح. تحر في نفسك، مهم حقي وحق بنتي، فاهم؟ مناع. نعم نعم يا عم الحاج. اندالي الولد. المنظرة القديمة خلصت منها ولا لسه؟ من امبارح بس لسه البياض. طب روح. حاضر. رحت خطبت ولا لسه؟ ها؟ يا مين؟ كنت بدرة. انتي صدقتي؟ قال قدامك وسكت. لا ما رحتش. ومالك وشك اصفر ليه؟ كمان وشي حعمل فيه ايه؟ اغير لونه ولا ادهنه لون تاني؟ لا غير مرطه وافتح بالتاني. يا انا كفايه علينا الاولين، وانت اللي يتجوزك ما يتجوز عليك ابدا. عجيلوا حالة زهد في الدنيا كلها. دلوقتي عمكم رجع ومرته مولعها نار طول عمره. طب احنا نزود النار ولا نطفوها؟ نطفوها يا بوي. زين انا رايي اللي ليه حق عندنا ياخده، يبعد عن المحجر واللي عاوزه ياخده. انا بس اللي اقول مين ياخد ايه، وانا جمعتكم عشان اقول لكم اللي هيقولوا عمكم وانا تقولوا عليه امين. يعني ايه يا ابوي؟ ملناش راي ولا ايه؟ لا ليكم توافقوا. ابعد عن شقانا واعمل اللي انت عاوزه. شقاكم من شقي كد من فتح المحجر وكبروا، ممكن عايشين المقطف على كتافه. من خلافكم؟ حضرتك طبعا يا بوي، خيري قصده ان عمي ملهوش في الكلام ده. انا فاهم خيري وفاهمك كويس يا جود. اللي انت شايفه صح اعمله يا بوي، انا عن نفسي مش عاوز. انت مش عايز عن نفسك يعني؟ اتكلم عن روحك. انا عاوز محجر الرخام واقدر ابعت لمصر وابقى بين هنا وهناك يا حج. والله يا ولدي لو اعرف انك تعرف تروح تبيع علبه فاضيه وترجع كنت اديتهولك. ليه بس كده يا حج؟ اسكت انت، خليك في اللي انت فيه. ايه هتعمل عليا كبير ولا يا خيري؟ انا قلت اللي عندي، ولما تيجي الساعه ما حدش منكم يفتح حنكم. ابو ذكري قابلني النهارده وقال ان حضرتك والبنت فرحه رحتوا. وبعدين في الموضوع المجندل ده اللي مش عاوز يخلص، انا ما خدتش حد، انا خدت والد بنتي افسحه، وخدت معاه اخته الصغيره تقوى. فرحه لازم تبقى مع تقوى. في استجوابات تانية؟ انا ماشي يا ابوي عن اذنك. استنى يا ولدي، اخواتك لسه في عينيهم كلام. يعني لو عاوز تتجوز يا حاج نجوزوك، بس واحدة يعني تليق بوضعك وبمركزك وبسنك. مين اللي اتجوز؟ أنا؟ وأنت كمان اللي هتجوزني؟ لو نفسك في الحريم مش عيب والله. عيب يا خير الطريقة دي؟ استنى استنى يا كامل، يعني أنا لو دلوك عاوز أتجوز، أنت اللي هتجوزني يا خيري؟ وأنت زمان يا حاج جوزتنا كلنا بمزاجك. وايه الفرق من زمان ودلوقتي؟ انا خلاص كبرت وانت اللي بقيت مسؤول عني؟ لا بس يعني لو عاوز تتجوز يبقى ترد واحده من الحريم القديم.
أرد مين فيهم، أمك ولا أمه؟ مش هتفرق كتير، لا عايز تردها ردها. أنا ماشي يا أبوي. استنى يا ولدي، اتفرج على أبوك، عياله هيربوه. أنت يا حماد بيه رأيك إيه؟ رأيي إنك من حقك تعمل اللي أنت عاوزه يا حاج، بس فرحة دي مش مناسبة ليك، متجوزة قبل كده وبعدين استغفر الله العظيم يعني مش مظبوطة، دي مرة على السلم يا حاج كانت عايزة تمسكني. اخلص! كيفك كامل؟ أخوك الصغير بيتكلم على الولاية إزاي؟ أنا عارف كل حاجة. تصدقوا بالله؟ مالكش دعوة يا كامل. مش طايق أبص في وش حد منكم. فرحة إيه وجواز إيه؟ الفرحة دي ما خدتش مليم واحد وشال البنت الصغيرة شيل. ده اللي جواكم؟ يا أبوي اخلص! مين أبو مين؟ ومين خلف مين؟ من غير يمين ما هقعد معاكوا في مطرح واحد ولا هبيت معاكوا في حتة واحدة ولا هشرب كوباية مية ولا واكل واكلة من عند أي حد من أمهاتكم. مناع! نعم يا عم الحاج. حضر لي المنظرة القديمة هبيت فيها. حاضر يا عم الحاج. غوره من وشي. أهو اللي ليك صار عدوك وانت مسلمها لله، أهو اللي ليك صار عدوك وانت مسلمها لله، معرفت غير بس توك سكة حلاوة الآه، سكة حلاوة الآه. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. المنظرة القديمة تمام يا حاج. يلا يا هلا، ومرتي حضرت لك لقمة هناك. لا ماليش نفس. جدي مهران، ايه اللي جابك؟ سيبني يا جد، مين هينام جنبي ويعجين لحد ما نام؟ نام عندي ستك. لا انا عايزك. خلاص يا مناع، هات هدوم مهران وحشته هيبيت معانا. حاضر يا عم الحاج.